النهارده طبعا احنا في صدد البث المباشر لمؤتمر الاقتصادي، سياده الرئيس بيشرفنا فيه النهارده، وبنا اقول لاولاد الاسماعيليه شكرا على وجودكم معانا النهارده في المؤتمر، وفي نفس الوقت بشكر حياه كريمه على وجودها معانا ومشاركتهم معانا مع اولادنا. النهارده احنا جايين نتابع التطورات الرئاسيه في المؤتمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع بعض من جمهور اسماعيليه وشباب اسماعيليه المتفاعلين جدا مع القرارات اللي هياخدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باذن الله. احنا النهارده تواجدنا النهارده في قصر ثقافه الاسماعيليه عشان المؤتمر الاقتصادي اللي بيحمله سياده الرئيس، واحنا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي قرارات ياخدها لصالح الاقتصاد المصري، واحنا بنشكره النهارده لان فيها اخبار حلوه كويسه جدا لدعم الاقتصاد المصري.